السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالم صادرين. سوف نتعلم بالسلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 34 طريقة جديدة لكتابة الإف الشرطية. أولا قبل أن نبدأ في الحلقة وفي الأوامر أحب أبدأ في مقدمة جميلة. هل تعلم أنت ما تفعل الآن؟ أنت تطور نفسك الآن بالطريقة ذاتية. أنت تستحق التطور أكثر وأكثر لأنك تسعى لكي تتطور. بالتوفيق والنجاح لك إن شاء الله. الآن بعد أن قمنا بإنهاء المقدمة نقوم بإنشاء برنامج جديد، أو الآن يكون هنا نقوم بكتابة التغيير على البرنامج، نقوم بكتابة Y. بعد أن قمنا بكتابة إيكو read، هنا التسمية نقوم بعملها Y مثلا، وثم ال if test هنا نقوم بالتغيير SAR، نقوم بإضافة Y لأن سوف يقوم بقراءة ال Y، أي يجب أن يقوم بطباعة ال Y. هنا ال list equal نقوم بعملها list الآن 16، أو نقوم في استبدال الرقم إلى 20 مثلا، وثم هنا then وإيكوال يطبع لنا الواو أو WOW. هنا إن كان أصغر من 20 سيقوم بطباعة الواو، وخلافا هذا else يقوم بطباعة not bad. الآن لكتابة الإف الشرطية بطريقة أخرى، أو نقوم بوضع احتمال آخر، إن أدخل الرقم مثلا أكبر من 20 نقوم بعمل LF هنا، وبعدها نقوم في كتابة then أيضا، وبعدها نقوم بكتابة الشرط هنا الشرط تيست، نقوم في كتابة تيست أيضا لكي يعلم هذا هو الشرط تيست، نقوم في طباعة الواي يقوم في طباعة لنا الواي كما تشاهدون، الحرف الأول صغير واي، وهنا نقوم بعمل جريت ذان جيتي وعشرون مثلا أكبر من 20 أو أكبر من 25، وثم ذن ونقوم بطباعة الإيكو. للملاحظة عبر الزر التاب الموجود في لوحة المفاتيح تقوم فيها إنشاء هذه الفراغات تلقائيا. نقوم في طباعة مثلا good 25. الآن قمنا بإكمال هذا الشرط، بالانتهاء من هذا الشرط قمنا في كتابة إيرس وثم إيكو وثم إف واي لغد قليل. الآن نقوم في تجربة البرنامج. الآن قبل كل شيء نقوم في عمل كلير، نقوم في الدخول إلى الديسكتوب بعدها من تطبيق البرنامج هنا ft.sh enter، يقول لنا y، هنا نقوم بإدخال الرقم يقوم بطباعة لنا الواو. لماذا؟ لأن الأربعة أقل من 20 يقوم بطباعة الواو، نقوم بإدخال الرقم 20 نشاهد ماذا يحصل. هنا يجب أن يقوم بطباعة لنا الندوة. لماذا؟ قمنا بوضع شرطين، لأن أولا العشرون ليست أصغر من 20 تساوي 20، وهنا ليس أكبر، وهنا العشرون أيضا ليس أكبر من 25 فلا يقوم بطباعة good 25، يقوم بطباعة not bad. تقوم في تستطيع من التعديل على البرنامج ومن كتابة تعبيرات أخرى مثلا enter number وهكذا. وبعدها نستطيع أيضا الآن نقوم في إدخال مثلا 25. الآن أيضا يجب أن يقوم بطباعة مضبات. لماذا؟ لأن 25 ليست من أكبر 25،
الآن نقوم في طباعة 29 نشاهد كما تشاهدون good answer. مصطلحات، هذه المصطلحات بسيطة فقط للحلقة أو لكي تتعلم بسرعة. هنا نستطيع من إنشاء أمر آخر من كتابة if أو شرط آخر test. هنا علامة الدولار y، وهنا نقوم بعمل equal a equal كما تشاهدون. هنا كان لنا ال equal a equal مثلا 23، أو نستطيع القول مثلا less than ال less l than الأصغر أو يساوي كما تشاهدون هنا le 23. يقوم في طباعة لنا، أولا نقوم في كتابة ذا، وبعدها يقوم بطباعة لنا إيكو مثلا الآن. هذا هو البرنامج البسيط أو السكريبت البسيط، نقوم من حفظه ومن تكرار الأمر. الآن نقوم في إدخال 3 و3، إذن يقوم بطباعة جود 25 لأنها أكبر من 25 كما تشاهدون هذا. الآن نقوم بإدخال 23 الآن 23، قام بطباعتها لأنها تساوي 23. نقوم بإدخال رقم 22 الآن، أيضا قام بطباعة لنا الهيلو لأنها أصغر من 23. الآن هنا 20 لدينا، من طباعة أصغر من 20 2 مثلا كما تشاهدون. طبعا لنا واو بدون أن يقوم بطباعة هيلو أول أمر الثاني. لماذا؟ لأن قام في تنفيذ الشرط الأول فتجاهل الشروط الباقية وخرج من الإف، وهذا هو الأمر وانتهى. والآن انتهينا من الحلقة، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله يا طلاب المستقبل. وداعا.